جادت براضيها والخير يمطر وين ما يختار والمجد له في بوضة بموطن أرض السلام وقبلة الأحرار الله محيي ضيفها والله محيي أمان الدار وأهل الدار يا مرحبا مليار ترحيبة بعث الأمل مجددا مع فجر كل يوم جديد والإنسان بلا أمل حياة يلفها الألم إلا أن الأمل يمثل تلك النافذة التي نطل بها على فناء حياة غنية بالمشاهد بامتزاجها تتشكل ألوانها بلوحة يستعرض عليها المرأة محطات حياته. نعم هي الحياة التي وهبناها الله فعلينا أن نحبها وندرك بأن دوما سيكون القادم أجمل وأفضل بإذن الله. فأهلا بكم مشاهدينا ومساء سعيد، حي الله سعلة الأمل هنا في استديوهات الأولمبيات الخاص. اسمي رحمة، عندي إحساس إني جيت لأهلي هبة ورحمة من عند ربنا، حاسة إني فراشة السعادة في البيت، بقيت لأمي صديقتها وبنتها اللي ربنا ادهوني، زادني شهرة وجمال عند الناس فحبوني والحمد لله. ده شعور اللي جوايا واللي بحسه في كل مكان بروح فيه. على فكرة أنا بحب نفسي كده وبحب اللي ربنا ادهوني وحاسس إن أنتوا كمان بتحبوني، صح ولا إيه؟ إحنا أصحاب الهمم. أجمل وصف سمعته في حياتي، فشكرا لدولة الإمارات من كل قلبي لأنها ادتني هذا الوصف، وشكرا لكل إنسان مؤمن إن إحنا أصحاب الإرادة وخدوا بإيدينا علشان نحاول فأصبحنا نستطيع.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، وحيا الله من انضم لمتابعة بثنا الحي والمباشر عبر قنواتنا الوطنية أبو ظبي ودبي والشارقة الرياضية، ونحن نصطحبكم في هذا الحدث العالمي البهي، الألعاب العالمية أبو ظبي 2019 للأولمبيات الخاص. مجموعة كبيرة حقيقة من الألعاب التي بدأت منافساتها منذ ثاني يوم من انطلاق هذا الحدث، وفق الله المنظمين واللاعبين وجميع المشاركين في هذا الحدث. ضيوفنا كثر بشكل يومي لنتحدث معهم حول البرنامج ونواكب آخر المستجدات. أبدأ بالترحيب بضيوفنا في الاستوديو، لورا باكستر وهي رئيس الوفد البريطاني، أهلا بك هنا في الاستوديو. هلو، مرحبا. وكذلك يجدد أو يتجدد الترحيب بسوزان تشيني، رئيس الوفد الأسترالي المشارك، أهلا بك في الاستوديو. شكرا. لورا، طبعا انت في الاول خالص اول ما شفت الافتتاح، ايه رايك في الافتتاح وفي الالعاب اللي كانت موجوده؟ It was an amazing event. كان رائعا، حدث رائعا جدا وفعلا كبير و نعم، أعتقد أن الجميع كنت أتوقع الناس كلهم سيشاهدون ويرون ذلك، يرون أبو ظبي على خريطة العالم. الحمد لله تمام. سوزان، أولا يعني خلال زيارتكم هذه المرة، ولا أعلم أيضا أن هذه أول زيارة أم لا، لكن كيف شاهدتي استعدادات الإمارات لاستضافة هذه الألعاب بهذا الرقم القياسي 7500 رياضي، 24 رياضة و190 دولة؟ It's been wonderful. كان رائعا جدا، فالناس هنا كانوا حفلين جدا واستقبلونا بكل، والرياضيين يستمتعون بأوقاتهم، أيضا المدربين أيضا يستمتعون بهذه الحفاوة وبهذا استقبال في الفنادق، وكل المتطوعين وأيضا المنافسات وكل الرياضات، وكان كل شيء جيد والجميع يستمتع بوقته هنا، وأعتقد أن عملا كبيرا جدا وهذا واضح قد قاموا به فعلا، ولا بد نحن أن نثمن ذلك العمل. أنا طبعا شفت الافتتاح وشفت الحاجات الجديدة دي، عاوزين طبعا نعرف منك ايه أكتر حاجة عجبتك في الافتتاح؟ كل شيء. وأعتقد أن العمل الذي قاموا به بالنسبة لأصحاب الهمم كان واضحا جدا، وكانوا فعلا أصحاب الهمم كانوا متواجدين في حفل الافتتاح، وهذا كان شيء رائعا، والعرض بصفة عامة كان روعة فعلا، حتى الأضواء كانت رائعة جدا والجميع استمتعوا بذلك، وأعتقد أن التجربة كلها كانت رائعة، لا يمكنني أن أختار جزء أن واحدا أقول أنه عجبني، كل شيء كان رائع. جميل، إذن مستمرين معاكم ضيوفنا الكرام، ولكن اسمحوا لي أن أنتقل إلى زملاء المراسلين المتجولين لتغطية هذا الحدث، وأبدأ من الزميلة سورة حمادين والمتواجدة في فندق تريدر، حيث يقيم هناك مجموعة من الوفود المشاركة في هذا الحدث. سورة، إليك الكلمة. شكرا لك أحمد، مساءك جميل وسعيد أنت ورحمة بقدر هذه السعادة التي أدخلتوها على قلوبنا اليوم، ونحن نرى هذا الثنائي اللي حول أحلامنا خلال سنة كاملة في أبو ظبي الرياضية من العمل والتغطية للأولمبيات الخاص إلى أرض الواقع. كنا دائما ندعو إلى تمكين أصحاب الهمم، واليوم أنتم أثبتكم بوجودكم معا بأن هذه الدعوة لم تكن شعارات بل هي أصبحت أمر واقع. تحياتي لكم وكل التوفيق. متواجدة الآن كما ذكرت بأحد الفنادق المتواجدة فيها مجموعة من الوفود، وأجواء جميلة ومميزة مليئة يعني بكل هذا الحب والحماس، وخصوصا بأن الوفود بدأت تحصل على الميداليات. أجواء جميلة إن شاء الله من خلال تواجدي في هذا المكان رح أنقلها لكم. أيضا سنكون بلقاء مع أعضاء منتخب الإماراتي لكرة القدم اللي سجلوا اليوم فوزهم الثاني على فريق جامايكا، وأيضا
رأينا الشباب باحتفالاتهم الجميلة وهذه الروح المعنوية. الفريق الكويتي أيضا حصل على الذهبية في البولينج، كمان إن شاء الله راح يكونوا معنا من هذا المكان. إذا نتوقع أن نكون بلقاءات مليئة بهذا الحماس وهذا الحب لكل الوفود. ومثل ما أنتم شايفين أنا ألقي الآن كلامي، لكن الشباب حاملين الذهب وجايين. يا هلا بشباب الذهب، خلاص ناخذ لقاء. ألف مبروك الذهب. ظرف حياتك. احكي لي احكي لي. المركز الرابع. احكي لي كيف كان الفوز اليوم؟ اليوم فرحنا، اليوم فردي إن شاء الله، اليوم فازين رقم واحد ذهب، إن شاء الله بكرة ثلاث ذهبيات زوجي وبروحة. يا عيني يا عيني، ورجوهم الذهب، ورجوا الكاميرا الذهب يا سبايا. ورجونا الذهب. هاي الذهب. الذهب مهدف الأول. إن شاء الله. والله حسي صار الأول، أنا صار بدل الأول. إذا فريق الإمارات تالي فريق البولينج، بس نطلع على الكاميرا، نطلع على الكاميرا مع بعض. وهذا هو الذهب، وهذا هو احتفال فريق البولينج للإمارات بالذهب. ورجوا الكاميرا الذهب، ورجوا كل مشاهديك الذهب، كونوا فخورين. احكي لا بكرة أنا عندي بطولة فردي بجيب الذهبية إن شاء الله. أنا هني شيخ خليفة شيخ محمد بن زايد. إن شاء الله إن شاء الله. طيب هذه هي الفرحة وهذه هي الأجواء، وزي ما حكيت لكم الكل فخور بنفسه، أجواء الفرح والسعادة، وأنا فخورة أكثر بتواجدي معهم. وطبعا يعني مثل هذه الأجواء منتشرة بكثرة، وأعتقد أنه ما في داعي لأي كلام، رح أترككم بهذه اللقطات مع فرحة الذهب، ويا مبروك لمنتخب البولينج الإماراتي بالذهب. إذن شكرا لك زميلتنا سارة. وكما تشاهدون مشاهدينا الكرام، فرحة المنتخب الإماراتي للبولينج بحصد هذه الذهبية، ونشاهد كذلك هذه الفرحة على الهواء مباشرة من مقر إقامة بعض الوفود المشاركة وبعثة منتخب الإمارات في فندق تريدر في أبوظبي. جميلة هذه اللقطات العفوية، جميل هذه الروح الجميلة، يعني رغم وجود الحقيقة يعني كثير من المشاهدين يسأل أن خلوا أصحاب الهمم على راحتهم، بالعكس نحن نتركهم يتحدثون. ولكن يعني كما تذكرون وكما يعرف بعضكم في التشخيص أن لهم ذاكرة لحظية، وأحيانا الفرحة ممكن أن الكلام اللي يطلع ما يكون أحيانا مناسب، فنحن ما نبغي نطلعهم بشكل حرج، إلا أن نحاول قدر الإمكان نواكبهم، نكون معاهم في قراءة الحدث، نفرح معاهم، نشاركهم ونشارك أسرهم هذه الفرحة. وهذا ما يحرص عليه دائما قادتنا في دولة الإمارات، وتوجيههم المستمر بتمكين أصحاب الهمم بالدرجة الأولى، والفرحة معهم ومشاركتهم كل شيء. يعتبر الأولمبيات الثقافي إضافة كبيرة للأولمبيات الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، حيث في فعاليات وأنشطة جميلة غير رياضية تسعى للعمل تغيير الإيجابي على المدى الطويل بالنسبة لأصحاب الهمم في المجتمع. نشوف التقرير لو نرجع. بالتزامن بالتزامن مع الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، شهدت جزيرة السعديات صباح اليوم تنظيم أولمبياد، ولكن من نوع آخر يمكن تسميته بالأولمبياد الخاص الثقافي، بمشاركة 6 فنانين تشكيليين ومن خلال مشروع فني تضامني لنشر إرث راسخ للحدث على المدى الطويل. قد تم صباح اليوم الكشف عن الأعمال الفنية التي أبدعها الفنانين التشكيليين المعروفين على المستوى العالمي من خلال مبادرة أقيمت بالتعاون مع معرض فن أبوظبي في منارة السعديات، حيث ستكون هذه الأعمال جزءا من معرض دائم صمم خصيصا لإيصال رسالة التضامن التي يسعى لنشرها الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 في الإمارات والمنطقة.
انطلق المعرض بالتزامن مع استضافة الإمارات للأولمبياد الخاص العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمثل الحدث الإنساني والرياضي الأكبر على مستوى العالم هذا العام. وقد أعربت ديالا نسيبة مديرة الفنون في أبوظبي قسم البرمجة الثقافية عن سعادتها بإقامة هذا الحدث النوعي المتميز. The Department of Culture and Tourism has been delighted to support Special Olympics. يتشرف بأن يدعم الأولمبياد الخاص من خلال الفن من جميع أنحاء العالم. هناك بعض المنتجات التي صنعناها هنا في الحديقة هنا اليوم 6 أجزاء. هل يمكن أن تذكري أكثر عن الأنشطة مثل ما الذي سيحصل من أنشطة هنا في الأولمبياد الخاص؟ هنا أيضا بالنسبة أيضا لدينا الأولمبياد الخاص. أعتقد أن بالنسبة للجنة أنها بد أن تكون مع جزءا في الجنة، وحضروا الافتتاح وقد يقدموا مع ويتحدثوا مع الرياضيين مع 800 رياضي، وبعد ذلك الحديث سيكون هناك يأخذون شيئا من هذه التجربة ويجوبون بها حول العالم. وأعتقد أن كلهم شاركوا في الأولمبياد الخاص، وهذه مجتمع عالمي يغير كل شيء بالنسبة للتفكير في الإعاقة. ونفهم أيضا أنه مهم جدا أن نعترف بأن لديهم الانضباط والإصرار، وهذا فعلا شيء رائع جدا، ولذلك الفنانين جاءوا ليحتفلوا في هذا المكان، لذلك نحن سعداء بأن نشارك في ذلك. نبدأ بما يوصل أيضا التي كانت قامت بهذا، ثم بعد ذلك هاتي شيئا يبرهن على أن هناك روابط، وأيضا الجسر المتواجد هو مثال لذلك الرابط الممدود، ولذلك أعتقد أن هناك أيضا التوحد مع بعض، أن يكونوا مع بعض. هناك 300 مدرب و500 رياضي سيكونوا متواجدين، وأيضا سأتي العائلات والأصدقاء سيكونوا للدعم ويكونوا جزءا. الفنان المصري المتميز وائل شوقي بإبداع جدار خشبي رؤية خاصة في مشاركته. المشروع اللي أنا مشارك به في السبيشال اولمبيكس هو مشروع يعني قطعة نحتية متصنعة كلها من نحت الخشب، وهي مبنية على فكرة البحث عن مصادر تاريخية لمدن زي مدن مختلفة يعني، وأحاول إن أنا إزاي أربط ما بين المدن المختلفة دي عن طريق إن أنا مثلا أعمل المدينة اللي ورانا دي مثلا مدينة حلب التاريخية، هي أول مدينة أنا بدأت بيها، بس من خلال الفترة اللي أنا أعيدها هنا إن شاء الله في أبوظبي أحاول أتقابل مع ناس مشاركين في الأولمبياد الخاصة، ومن خلال القصص بتاعتهم أحاول أخلق علاقات ما بين المدن اللي هم جايين منها، سواء بقى جايين من كابول أو جايين من بروسلز أو جايين من جنوة أو أي حتة، وأحاول أشوف العلاقات ما بين التاريخية ما بين المدن دي، والمدن اللي أحس إنها المؤثرة أكتر في العلاقات ديت هي اللي أحاول أخليها متضمنة العمل بتاعي. ومن بين المشاركين بأعمال متميزة أيضا الفنان نديم كرم. It's called Grasping the World. هذا في العالم، وكان احنا للاندماج هنا والإصرار الثقافي والديني هنا، يمكن أن نجمع كل ذلك مع بعض، الأطفال والبنات صغارا وكبار، لذلك هذه الكرة في النهاية تمثل الأرض، وذلك لأنني قمت لأن الطريق هي عاكس
تعكس هذه الكرة فهي تعكس كل شيء من حولها، وكلما ذهبت إلى أعلى كلما كانت تصورات الناس يرون أكثر بخيالهم ويتخيلون. لذلك أنا قمت بذلك من حديد، لأنه ربما يعتمد ذلك على الطبيعة من حولنا حتى يكون ربما يكون ممطرا، تكون هناك خطوط نازلة أيضا من جراء المطر، هذا يعتمد حتى بالنسبة للشمس يكون عاكسا أيضا للأشعة، فهو عمل حي. وسعيا نحو تعزيز أهداف هذا الأولمبياد الثقافي، سوف يشارك الفنانون التشكيليون بتنظيم ورش عمل لأصحاب الهمم خلال الألعاب العالمية بهدف ترسيخ مبادئ التضامن ومشاركة الأساليب الفنية التي يمكن لأصحاب الهمم أن يعبروا عن أنفسهم من خلالها. هكذا تتنوع الأنشطة وتتضافر الجهود لأهمية تعزيز الرسالة التي أطلقها الأولمبياد الخاص والتأكد من الفوائد التي ستجنيها الأجيال القادمة من إرث استضافة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019. بكم مشاهدين الكرام مجددا في استكمال برنامجنا برنامج الأولمبياد الخاص، ونجدد كذلك ترحيب ضيوفنا في الاستوديو. طيب أنتقل الآن إلى زميلة سورة حمادين هناك، ولقطات جميلة كذلك ستشاهدونها من خلال احتفال منتخب الإمارات للبولينج. يا سلام، إليك سورة. الأجواء الموجودة الآن، ولكم أن تتخيلوا يعني كل المتواجدين معنا بالاستوديو ضيوفنا وأيضا كل مشاهدين الكرام مدى هذا الحب وهذا الفخر بهذا الإنجاز اللي أنجزه فريق دولة الإمارات للبولينج. كل هؤلاء الرياضيين من أصحاب الهمم الرياضيين ذكورا وإناثا، وهذا الإنجاز الجميل بميداليات ذهبية فضية وبرونزية تعبر عن فخرنا بهم. رح يكون معنا العديد من اللقاءات والكلام، والكل متشوق للحديث، وطبعا احنا رح نحاول نعطي الفرصه للجميع، لكن رح ابدا مع الدكتور حمد المري. يسعد مساك وحدثنا عن هذا الانجاز اليوم لفريق البولينج. مساء الخير. الحمد لله اليوم كان بدايه منافسات بطوله البولينج، وبدا بدايه اليوم كان للافرقه، وشاركنا بست افرقه، واحد منهم كامل ذهني والباقيين كلها افرقه موحده، خمسه افرقه موحده. حصدنا ذهبيتين وبرونزية، وعندنا حققوا مركز خامس ومركز رابع، وإن شاء الله بكرة عندنا السنجل، والآمال معقودة بالشباب هذين كلهم أن بكرة يكونوا كلهم متوجين بالذهب. على فكرة حمد المري هو في هاي البطولة لاعب معانا من الفرق الموحد. يعطيكم ألف عافية، وأنا شايفة هذا الفرحة وبهذا النصر. رح أجي لصالح. صالح، كنت معنا دائما بتغطيتنا لفريق البولينج ودائما كنت تسعى إلى الذهب، اليوم إيش تحكي؟ اليوم إن شاء الله بشوان خذنا الفوز، وإن شاء الله بكرة عندي سماد الدوجي، وإن شاء الله نأخذ علينا برفع على العالم بلادنا، وهذا يوم إن شاء الله كل الفريق ويانا في كام شارك ويانا، وإن شاء الله بتمنى إن شاء الله بالتوفيق، وبكر إن شاء الله بثلاث فندرات ذهبيات إن شاء الله. صالح، أنت كنت بدك الذهب وكل العالم بيحتفل فيكم، لمين بتهدي هذه الميدالية اليوم؟
يمر ان شاء الله يمد ان شاء الله يمد نحتفل وان شاء الله كله بجبه حنا حق الساحه بن همم وان شاء الله حنا بتعب فيك كبر بالله هذا الفطورات هذا وشارك فينا والحمد لله واشكر على الله هذا بدعم فيكم هذه. شكرا لك يا صالح والف مبروك وخلينا نحكي مع امنه صح؟ امنه اول مره تشارك بيحكوا وايضا مبسوطه جدا بتقلدها للميداليه الذهبيه، امنه مبروك شو بتحكي اليوم؟ اقول شكرا من كل اللي دعالي اني اجيب ميداليه ذهبيه وان شاء الله كل اللي من اصحاب الهمم ان شاء الله ابوهم يجيبون ميداليه ذهبيه. ورجينا الذهب يا آمنة، ارفعي الذهب، لمين بتهدي هاي الميدالية اليوم؟ حق كل أصحاب الهمم، وإن شاء الله شيوخ كل الإمارات استانسون إني جبت ميدالية ذهبية. آمين آمين، أكيد هم مستانسين وفخورين فيكي كثير. ونشكر كل كل يعني الكل متحمس جدا، انتم شايفين هاي الاجواء، رح نحكي شوي شوي، الكل حابب الظهور، الكل حابب يعبر عن فخره، الكل حابب يعبر عن اعتزازه، عارفيني عنك؟ هي دي حمد. احكي لي اليوم كيف كانت مشاركتك ورجيني الذهب. حود وهذا ألف مبروك لكم دكتور. رح أرجع لحضرتك وخلينا نتحدث عن هذا الأداء مع الكابتن. كابتن أهلا وسهلا فيك، نتحدث عن أداء الفريق، كيف كان أداؤهم اليوم وخصوصا أنه فعلا كان في منافسات على الرغم كل الدعم، لكن اليوم أثبتوا قدراتهم الرياضية ما شاء الله عليهم، ما قصروا وبذلوا كل المجهود، حتى اللي ما تحصلوا على ميداليات حصلوا، كانت المنافسة قوية وأدوا أداء بطولي، وإن شاء الله في يوم الغد تحصلوا على ميداليات إن شاء الله. يعني كان هذا لقاءاتنا ولازلنا متجمعين معاً، الكل محتفل بالذهب، الكل بغني، الكل مبسوط، وهذا هو الهدف من الأولمبياد الخاص، هذه الفرحة وهذا الاحتفال. ومثل ما بدأنا بكل هذه المعنويات إن شاء الله بكرة الفردي و إن شاء الله، مثل ما بدأنا بهذه المعنويات والاحتفال رح نختم بهذه المعنويات والاحتفال وإن شاء الله رح نعود لكم. عالية عالية عالية. هلا رح ارجع اعمل معك لقاء. اي عفوا يعطيكم العافية. شكرا لك سورة حمادين من هناك، وهذه الاجواء الجميلة واحتفالات منتخب البولينج وذهبيتين برونزية كذلك، يعني تحدثوا عن الأداء وهناك من حصل على المركز الرابع وهناك الخامس، وتحدثوا بأن غدا إن شاء الله ستكون منافسات الفردي. كل التوفيق حقيقة لمنتخباتنا المشاركة في هذه الألعاب وجميع المنتخبات حقيقة. هذا التنافس في النهاية مشاهدينا تنافس رياضي حميمي ودي شريف، فيه الألفة فيه المحبة، والرياضة باختصار هي رسالة سلام وإنسانية قبل البطولات وقبل أي ميدالية وقبل كل شيء. لورا عايزين نعرف منك رأيك، طبعا شفت التقرير بتاع الأولمبيات الثقافي والعالمي، عايزين رأيك في التقرير ده. فريقنا أيضا شارك في العديد من التجارب الثقافية أيضا وفي دبي أيضا، ثم أتوا إلى أبو ظبي أيضا، هناك عدد من الرياضيين زاروا المسجد الشيخ زايد، وهي تجربة ثقافية كبيرة بالنسبة لهم، وفعلا وجدوا أنفسهم في داخل الثقافة في أبو ظبي واستمتعوا بذلك. برضو هو نفس السؤال، عاوزين نعرف رأيك في التقرير اللي انت شفتيه، التقرير اللي هو الأولمبيات الثقافي والأولمبيات الخاص العالمي.
كما قالت لورا كان العديد من أفراد البعثة عندما ما جاءوا إلى هنا كانوا يتوقعون وينتظرون أن يشاهدوا ويرون ويفاجئوا بطريقة رائعة في هذه الثقافة، وكان شيئا رائع خاصة من تلك الحفاوة والاستقبال. ثم زاروا بعض الأماكن الثقافية مثل مسجد الشيخ زايد الكبير، وأعتقد أنه كانوا مستمتعين من ذلك الناحية من الثقافة وأن يكتشفوا هذا الجديد بالنسبة لهم مختلف عن أستراليا. نعم، الحديث يستمر معكم ضيوفنا الأعزاء، وسعيدين حقيقة بتواجدكم كوفد بريطاني ووفد أسترالي، وأكيد سنتحدث أكثر عن طبيعة المشاركة، ولكن اسمحوا لي أن أنتقل بالكلمة والصوت والصورة إلى الزميل حمد الظاهري والمتواجد في أدنك هناك في أرض المعارض. حمد، الصورة والصوت إليك، وما الجديد هناك؟ شكرا زميلي أحمد، في البداية رحب فيك ورحب زميلتنا رحمة وأيضا بضيوفكم الكرام في الاستديو ومشاهدين قناة أبوظبي الرياضية. نعم، نتواجد هنا في مركز المعارض، الأجواء جدا جميلة، ختام اليوم الثاني للأولمبيات الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، أجواء جدا جميلة. يمكن اللحظات هذه أحمد الكل تلقاه طالع من قاعات التتويج حامل ومقلد بالميداليات الملونة، سواء كانت ذهبية أو فضية أو حتى برونزية. طبعا ختام أمس كان 4 ميداليات لمحمد المازمي، اليوم بعد 4 ميداليات برونزية أيضا لبطلنا عبد الله الكثيري في كمال الأجسام. إن شاء الله بنتواصل معاكم خلال الدقائق القادمة إن شاء الله، وبيكون معانا ضيف وبنسمع منه أكثر، وإن شاء الله بنحاول نجري لكم أكثر عن مقابلة. نعود لك بالكلمة في الاستوديو أحمد وزميلتي رحمة. متواصلين معاكم مشاهدين الكرام، شكرا لك زميلي حمد الظاهري من أرض المعارض، وأكيد إن كان هنالك متسع من الوقت سنعود لك بالصوت والصورة لنعرف آخر المستجدات لديك. طبعا يونيس كينيدي شرايفر، تلك المرأة الخالدة في وجدان الأولمبيات الخاص، والتي أول من نادت باحتضان أصحاب الهمم، بل واحتضنتهم في معسكر رياضي في فناء منزلها، ثم تحول الحلم إلى حقيقة قبل 51 عام، فكان لابد من التجديد بالتعريف بها لأسرة الأولمبيات الخاص وأصحاب الهمم. نشاهد. It's an honor to host the Special Olympics in Abu Dhabi. Since the announcement, we've been learning about how the Special Olympics began. As a very special woman who started it, Eunice Shriver. In ancient Rome, the gladiators went into the arena with these words on their lips. Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt. Eunice Shriver was a woman who wanted to change the world. She saw that people with intellectual disabilities were being excluded, that their talents and gifts were being ignored. So, she started a long life journey that became a global movement. To empower people with intellectual disabilities. You are the stars, and the world is watching you. Eunice Kennedy Shriver is a pioneer who literally changed the way persons with intellectual disabilities are treated and viewed. In 1962, she started a summer camp in her own backyard, Camp Shriver. She invited people with intellectual disabilities to learn sports. Eunice Shriver was a competitor, an athlete, and that's what she wanted for everyone else. She knew that sport could give people confidence and change lives. By 1968, Eunice welcomed the world to join the movement. The first Special Olympics International Summer Games was held in Chicago. Over 50 years, the Special Olympics has spread around the world. Summer and Winter Games have been held across America, in Europe, and Asia. The Special Olympics provide opportunities over nearly 6 million participants in over 190 countries through more than 100,000 competitions and events. The athletes gathered here, I say to you, look how far you've come. In 2019, the global movement inspired by
by Eunice Shriver reaches a new milestone as the Special Olympics come to the Middle East for the first time in Abu Dhabi. We are so proud to have the Special Olympics in our home for the next chapter of Eunice's legacy. Eunice Shriver died on August 11, 2009, nearly 10 years ago. We are very grateful to her. Remember her. We celebrate her. We will carry her spirit with us, carry the torch forward, and continue her legacy. Through the Abu Dhabi World Games, we will do her proud. ايه رايك في تونس تشايفر بعد ما عمل الاولمبياد الخاص قبل 50 سنة؟ أعتقد أنها كانت امرأة رائعة جدا وملهمة مهما كانت حكايتها الذي نتقاسمها كلنا، وفعلا هناك شعور وإحساس أيضا وعاطفة كبيرة لأنها بدأت بحركة كبيرة جدا بمفردها وبعد ذلك كبرت كثيرا وكانت عطت العديد من الفوائد لعديد من الناس، ليس فقط أصحاب الهمم ولكن عائلاتهم أيضا والناس الذين يشاركوا في هذه التجربة في كامل أنحاء العالم. هناك 192 دولة مشاركين، وأعتقد أن هذا ينتشر في كامل أشرع العالم حاليا، وأعتقد أنها ستصبح مميزة جدا كألعاب. وكانت امرأة متميزة فعلا، نحن ممتنون فيها كثيرا بأنها انطلقت في هذه الحركة منذ 50 سنة. نعم لورا، يعني كانت هي مجرد فكرة، ولكن أحيانا الإلهام والإرادة والإصرار يجعل الشخص أو هذه الصفات تجعل الشخص أن يكون مصمم على تطبيق الفكرة كيفما كانت. يعني 50 أو 51 عام مرت، واليوم نحن نشهد حدث عالمي كبير. كيف لهذه الفكرة لو كانت مجرد فكرة ولم تطبق؟ وما هو شعورك كذلك طبقت الفكرة الآن وأصبح حدث عالمي؟ بكل تأكيد لابد أن نشكر يونس كندي شرايدر التي قدمت لنا هذه الفرصة لنحتفل مع أصحاب الهمام كلهم. كانت امرأة فعلا كانت لها إصرار وكانت لها همة كبيرة وكان لها حلم أن تقدم بهذا، وإحنا نحن اليوم هنا نتواجد هنا في هذا الحدث من المستوى العالمي مع أصحاب الهمام ونقدم هذه الفرصة حتى يحتفلوا بكل شيء، ونحتفل نحن معهم كمدربين وكمتطوعين وكمسؤولين. لابد أن نشكر يونس شرايفر التي اهتمت بأصحاب الهمم وتقدمت بتلك الفكرة التي وصلت إلينا اليوم. نعم مشاهدينا، تغطيتنا مستمرة وزملائنا متواجدين هناك، يعطيهم ألف ألف عافية على المجهود اللي يبذلونه من أجل إيصال الصورة واللحظات الجميلة هنالك في مقار تواجدهم. ما هو إلا لكم أنتم مشاهدينا. سورة حمادين مرة أخرى في تريدر، حياك الله يا سورة. يا سلام. هذه هي أجواء الفرحة.
الفرحة. هذه هي أجواء الفخر المتواجدة حوالي كل هذا الفخر لأعضاء منتخب الكويت. يعطيكم ألف عافية وكل هذا الفخر اللي بالفعل تستحقوه بعد الإنجاز المشرف لفريق الشباب بمنتخب البولينج بأذهبية البولينج والسيدات بفضية البولينج اليوم. كان هذا الإنجاز المشرف اللي شفته هذه الفرحة. إذا الفرحة لم تعد فقط فرحة المشاركة بالأولمبياد الخاص ولم تعد فقط فرحة أصحاب الهمم بأخذهم لحقوقهم وفرصتهم بأن يثبتوا جدارتهم، أصبحت فرحة إنجاز وتميز وميداليات ذهبية وفضية. ألف مبروك لهم. وأستاذ جاسم يعقوب اليعقوبي نائب رئيس الوفد الكويتي، ألف مبروك ويعطيكم ألف عافية. الله يبارك فيك. وهذه صراحة فرحة. أول شيء أحب أشكركم على هذه المقابلة وأشكر دورة الإمارات على هذه الاستضافة وعلى هذا الحفل الافتتاح المبدع صراحة. واليوم إحنا فرحتنا وفرحة أهل الكويت إن شاء الله بإحرازنا أول ميدالية ذهبية في بطولة البولينج للشباب، وثاني ميدالية فضية لبطولة البنات. والحمد لله يعني أحب أشكر صراحة المدرب زياد بورسلي، وأحب أشكر بالبداية طبعا قبل زياد ما يخالفه لأعضاء مجلس الإدارة اللي استعدوا استعداد كبير لهذه البطولة واختيار المدرب الصح لهذه البطولة الصحيحة. الحمد لله. يعطيكم ألف عافية. جهود مشتركة ما بينكم وما بين اللاعبين واللاعبات المتواجدين. كوتش زياد، اليوم دخلنا في المنافسات وعلى الرغم من كل جمال هذه الألعاب الأولمبية إلا أن اليوم كان في منافسات رياضية بجدارة واستحقاق وأخذوا الذهب الشباب. الحمد لله. الحمد لله والله يا أبوه الشباب ما قصروا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أعرفكم عن نفسي زياد بروسلي، مدرب منتخب الكويت للبولينج. أول شيء أهدي هذا الفوز لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي أهدي الأمين الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، وطبعا لشعب الكويت كافة، وإن شاء الله نعدهم بالمزيد إن شاء الله والقادم بإذن الله أجمل. وشكرا. يعطيكم ألف عافية. كيف شفت المنافسات اليوم؟ هل بالفعل كانت منافسة قوية؟ كانت منافسة يعني حامية، خصوصا أنه إحنا نتحدث عن أكثر من 190 يعني من المنتخبات المتواجدة، صحيح مش كلهم بالبولينج لكن عدد كبير من المشاركين من مختلف أنحاء العالم. كيف كانت المنافسة؟ طبعا المشاركين في البولينج كان تقريبا 420 لاعب، 171 فريق. مجموعتنا كانت متكونة من 8 فرق للشباب، وفريق البنات كانت مجموعتهم من 4 فرق. حقق فريق الشباب المركز الأول على 8 فرق، وفريق البنات الحمد لله حققوا الفضية. وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. بإذن الله. يعطيكم ألف عافية جميعا. تستاهلوا الفوز وتستاهلوا النصر وتستاهلوا الاحتفال. هذه هي الأجواء المميزة بصراحة الموجودة عندنا اليوم. سنواصل احتفالاتنا ونواصل غنائنا ونعود إليكم بالاستديو أحمد ورحمة على أن نعود إن شاء الله بلقاءات أخرى. نعود إليكم. شكرا زميلة سورة حمادين من هناك من فندق تريدر، حيث يستقر أو يقيم بعض الوفود المشاركين في هذه التظاهرة الرياضية العالمية الإنسانية. وبلا شك أن تواصلنا مستمر معكم مشاهدينا الكرام. الصوت والصورة الآن إلى أرض المعارض والزميل حمد الظاهري، تفضلوا شاب. شكرا زميلي أحمد. نعم تتواصل أفراح اللاعبين بالتتويج. طبعا عيميني من المملكة العربية السعودية حسن الحضريتي، ما شاء الله 3 ميداليات ذهبية وأيضا فضية في رفع الأثقال، وأيضا عندي في الجودو سالم من دولة الإمارات سالم المزروعي حاصل على ميدالية فضية، وأيضا عبد الله الكثيري صاحب الأربع ميداليات البرونزية بعد في رفع الأثقال. ألف ألف مبروك للاعبين. في البداية ببدأ مع حسن حضريتي، مبروك هذا التتويج 3 ميداليات ما شاء الله وفضية، كلمني عن هالإنجاز هذا. وشي أشكر الله قبل كل شيء. شوف الكاميرا عشان يشوفونك في السعودية. أشكر الله قبل كل شيء الحمد لله، وأشكر يعني أمي وأبوي وجدتي رحمة الله عليهم، وأشكر الشعب السعودي، وأشكر ملكنا سلمان أهدي البطولة هذه، وأشكر ولي محمد بن سلمان حفظه الله، واشكر يعني كل ما دعمني وكل يعني من ساعدني، يعني واشكر الاداره العامه الاتحاد السعودي، واشكر المدرب الخاص الاستاذ علي. يعني الحمد لله كانت بطوله منافسه، كانت يعني
يعني شيء مره قوي. بس انا كان عيني على الذهب فعلا، كان يعني كنت قد كلمتي يعني الحمد لله، بس انه كنت قد كلمتي وجبت الاول الحمد لله. يعني كان لازم يعني وزني يكون 65، اذا وزني ما صار 65 ما اقدر اشارك في البطوله. الحمد لله خلال الاسبوع الماضيه اتمرنت واجتهدت الحمد لله، لكل مجتهد له نصيب الحمد لله. يعني هالثلاث ميدال الاربع ميداليات نتيجه التعب اللي تعبته الايام اللي خطفت. او ماي جاد، مره كانك مبسوط. شو رايك في البطوله في الامارات؟ والله خدمات في اي بي الصراحه. انا اشكر الامير محمد بن زايد ال الشيخ، اشكر جزيل الشكر محمد بن زايد ال نهيان. والله والنعم فيه والله، واشكر شعب الامارات كلهم والله ما قصر معانا من يوم ما دخلنا الامارات لين يومك هذا خدمات في اي بي الصراحه. انا اشكرهم جزيل الشكر ما قصر معانا، واشكر كل من ساعدني والله. والف الف مبروك، نتمنى لك دائما تكون منصات تتويج انت واخوانك كل من شارك في البطوله هذه. نعم زملائي ايضا نتواصل باللقاءات مع بطلنا سالم بطل الجودو اللي حاصل على ميدالية فضية. الف مبروك، تستاهل. شو تقول بالمناسبة هذه؟ والله عالي مو جايبه مركز ثالث، رسالة ثنائية حجم مركز الأول إن شاء الله. حجم منو تهدي هالميدالية هذه؟ حمد بن جاج إن شاء الله. شو رأيك؟ شو قول لي، شو المنافسات؟ شو جو المنافسات كانت اليوم؟ صعبة سهلة ولا أخذت البطولة كذي بسهالات؟ لا سهولة عادي مو جايبه. حلو، زين انت عندك مشاركات باكر ورا باكر بعك والايام الجايه ان شاء الله، شو توعد الجماهير وشو توعد اهلك وربعك؟ ان شاء الله يكون مركز الاول ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقك سالم. عبد الله ايش حالك؟ قول لي ما شاء الله اربع ميداليات برونزيه في رفع الاثقال، قول لي شو الميداليات ما شاء الله عليك، خلصت الميداليات كلها ما شاء الله، قول لي شو رايك في البطوله المشاركه هذه؟ حق منو تهدي الميداليات؟ انا ميداليات انا عيال زي محمد سايد. زين شو الحركه مساعه سويت لي انت؟ شو بطل؟ اي بدل. شوف الكاميرا سوي بدل. ان شاء الله الله يوفقك ومبروك يا عبد الله، تستاهل. طبعا معانا بعد اخو عبد الله سامر، الف الف مبروك، يعطيك الصحه والعافيه. هذه طبعا جهودكم انتم في البيت وجهود المدربين، هذه ثمرتها اليوم اربع ميداليات برونزيه. شفنا الشيء الجميل مشاهدينا ان شفنا ان يعني خواته اهله كلهم كانوا متواجدين، واللاعبين كلهم وقت التتويج وقت المنافسات عوائلهم تكون موجوده في المنافسات يدعمونهم لين ما يصعدون منصه التتويج ويتوجون. كلمني عن هالانجاز هذا اليوم، انتم كلكم فرحانين فيه. نعم جزاكم الله شيء، جزاكم الله خير على التنظيم الجيد هذا، وما قصروا الصراحه انهم رسموا الابتسامه في وجيههم، وشيء هذا يسعدنا كثير ونتمنى له ان شاء الله التوفيق والمرات الجايه ان ندربه اكثر ونخليه يجيب المركز الاول ان شاء الله. يدربونك في البيت بعد غير النادي؟ ايوه. وقال ما شاء الله في البيت؟ ايوه جيم فوق ما شاء الله، بعد عنده جيم ما شاء الله في البيت، يعني يتمرن في البيت ويتمرن في النادي واليوم حصل ميداليات. الف مبروك، تستاهلون، تستاهل حسن. نعم مشاهدينا الكرام، نعم هو الميداليات تكريم لجهودهم طول اليوم، نعم التنافس الشريف في هذه البطوله، الهدف ليس الفوز بالميداليات فقط، الهدف المشاركه، رسم الابتسامه على كل المشاركين في هذه الاولمبياد الخاصه. ان شاء الله بنتواصل وياكم في الدقائق القادمه ان شاء الله في لقاءات اكثر، نعود لكم بالكلمه. احمد ورحمه في الاستديو. شكرا لك زميلي حمد الظاهري، وان شاء الله سنعود لك مره اخرى ان كان هنالك متسع من الوقت لتطلعنا على الجديد لديك. لولا لما شفت الفرحه عند الابطال وهم جايبين جوائز وجايبين حاجات جميله، ايه شعورك؟ عايزين نعرف شعورك. شيء رائع وشعور رائع جدا. لقد قلت في اللجنة وفي البعثة أن نريد أن نرى لاعبين ورياضيين على منصة التتويج مع ميدالياتهم أيضا وأشرطة المشاركة معهم، وذلك مع الفريق أنهم يريدون الميداليات كلهم، ونرى شيئا يأتي بعد عملهم بعد العمل والمجهودات أيضا وتعمل الرياضة
تماما، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا أن نراهم في على منصات التتويج. هو ليس فقط بالنسبة للميداليات، ولكن كل رياضي لديه هدف، وهدف أنه يكون أن يحاول أفضل ما لديه وأقصى ما يقدم، ولكن الميدالية هي شيء يأتي بعد ذلك وشيء رائع. كما كرئيس للبعثة أود أن أراهم كلهم على منصة التتويج. زين، عايزين نعرف ازاي الرياضة بتصنع الفرحة والسعادة عندهم، يعني بتخليهم دايما مبسوطين سعداء بالفوز والمنافسة والحاجات الجميلة دي. نعم أكيد، السبب الذي جعلني أتي إلى هنا للرياضة، وأنا غالبا أقول أنها فرصة لنبرهن على قدرات هؤلاء الناس دائما، وهم متواجدين ودائما ساطعين في ما يقدمونه. وأعتقد إذا هم يقومون بمجهودات ويقاتلون كثيرا حتى يبرهنوا ويقدموا ما هم قادرون عليه. والشيء الخاص هي العائلات أيضا التي سافرت معهم والآن تتقاسم معهم هذه التجربة. ولبعض العائلات كانوا يقولون أنه لا يمكن أن يقوموا بذلك ويحققوا ذلك، ولكن يشاهدونهم يقومون ويحققوا ذلك، يستطيعون ويتقاسموا معهم الفرحة على منصة التتويج. وأعتقد أن العائلات أصبحت تفتخر بهم، وهي فرصة للعائلات عندما يعودون إلى أستراليا حتى يشاهدون ذلك ويرون ذلك وإلى الناس الآخرين أيضا، لأن هذا شيء فرحة كبيرة للرياضيين حتى يبرهنوا للعالم ما هم قادرون عليه، ويفاجئون بعض الناس أيضا بإنجازاتهم الذين لم يفهموا، خاصة أن قدراتهم قدرات أصحاب الهمم حتى يبرهنوا ما هم قادرون عليه. تجربة رائعة جدا. جميل. إذن مشاهدينا الكرام، نحن متواصلين بلا شك معاكم في برنامج الأولمبياد الخاص 50 عاما من الإنسانية والعطاء، 50 عاما لوحت بها الراية التشاركية بين الإنسان وأخيه الإنسان، ولن يبقى الاختلاف عائقا في التواصل أو إرسال رسائل الحب والتآخي. هكذا نعنون اليوبيل الفضي أو اليوبيل الذهبي للأولمبياد الخاص. الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية أبو ظبي 2019. في ظاهره حدث رياضي يجمع الآلاف من الرياضيين والرياضيات الذين يتنافسون في مجموعة من المنافسات سعيا نحو الفوز بالميداليات، ولكن في باطنه هو حدث إنساني عظيم قدم لنا العديد من الدروس والعبر في مسيرة إنسانية عظيمة على مدى 50 عاما هي عمره. منذ انطلاق الأولمبياد الأول عام 68 في مدينة شيكاغو الأمريكية، لقد انطلق الأولمبياد الخاص بحلم إنساني نبيل من إنسانة سعت إلى مساعدة شقيقتها التي تعاني من إعاقة ذهنية. ولأنه كان هدفا إنسانيا نبيلا، فقد انتشر سريعا مؤكدا حب الناس للخير، ولكنه أيضا هو حقيقة لا يمكن أن نغفلها، قضى على مشكلة عانت منها الكثير من الأسر، وهي كيفية التعامل مع أبنائهم من أصحاب الهمم، خاصة وأن الكثير منهم كانوا يخفونهم داخل جدران المنازل. لو بحثنا وراء كل معاق ذهنيا سواء كان بطلا أو يجتهد من أجل أن يصبح بطلا، سنجد وراءه قصة إنسانية عظيمة كل أفرادها أبطالا، سواء الذين آمنوا بضرورة أداء دورهم ورسالتهم اتجاه أبنائهم من أصحاب الهمم، أو من أصحاب الهمم أنفسهم الذين تحدوا الإعاقة ليؤكدوا قدرتهم على أن يكونوا مصدر فخر لأوطانهم. الأولمبياد الخاص الذي بدأ قبل 50 عاما بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من دولتين فقط هما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أصبح اليوم أحد أكبر الأحداث العالمية بفضل القيمة الأساسية التي يقوم عليها وهي الإنسانية.
لهذا لا غرابة في أن يشارك في الأولمبياد الخاص الإماراتي 7500 رياضي ورياضية، وأن يحظى بوجود هذا العدد الضخم سواء من المدربين والفنيين والإداريين أو من الضيوف والمسؤولين أو حتى من المتطوعين، والأكثر من ذلك أنه يحرص على متابعته مئات الملايين عبر العالم. أصحاب الهمم هم منا، لم يخلق نفسه وإنما خلقهم الله، ليس ليكون في محنة وإنما ليكون محنة، ففي داخله شعلة أمل وهدفه استثمار ما يمتلكه من قدرات، وكل ما يحتاجه هو إنسان يضيء له الشعلة. يتجدد التواصل معكم وبكم مشاهدين الكرام، ولازلنا مع ضيوفنا في الاستوديو سعيدين جدا. أخت لورا، أخت سوزان، يعني أنتقل بسؤال حقيقة مهم أن نتحدث عنه في هذه الحلقة. لورا، يعني بالتزامن مع تنظيم هذا الحدث العالمي كان هناك برنامج للمدن المضيفة، كيف تعلقين على مثل هذه الأنشطة والتعريف بهوية البلد المستضيف وتراثه وزياراته وغيرها من الأشياء التي كان يتضمنها برنامج المدن المضيفة؟ كان شيئا رائعا بالفعل. نحن كبعثة بريطانيا كنا في دبي، وفريقنا كان دخلت تجارب وعاش تجارب عديدة، قد زرنا العديد من المدارس أيضا، ونحن فعلا أبهرنا بما بالاستقبال والحفاوة التي حظينا بها هناك، خاصة في المدارس، وكنا في القرية العالمية أيضا، وكنا هناك قدموا لنا فرصة نرى بعض الموسيقى والرقص التراثي أيضا، وفريقنا فعلا كان مستمتعا جدا. نشكر أيضا المسؤولين في دبي الذين استثمروا في ذلك الوقت حتى يقدموا لنا في الأيام الأربعة التي قضيناها هناك. حبيبتي، عايز أعرف توجيه رسالة للأولمبياد الخاص اللي خليتك تيجي هنا ابو ظبي، والوفد الاسترالي يجي ويشارك في البطوله، تتوجه رساله ازاي للبيت الخاص؟ بالنسبة لي أنا أبو ظبي والإمارات، أريد أن أقول شكرا فعلا للناس في أبو ظبي ودبي على الاستقبال والحفاوة والعمل الذي قامت به لجنة التنظيم هنا للاستعداد والتحضير لهذا الحدث الكبير جدا، والناس من جميع البلدان وبلدان مختلفة وثقافات مختلفة، وأرد أن أقول شكرا للناس في الإمارات لهذا الاستقبال ولتشجيعنا ولتقديم هذا الاستعراض الكاظم، وأن زالت هناك أيام أخرى في القادم، وأريد أن أقول فعلا شكرا لأننا استمتعنا، ورياضيين أيضا عاشوا تجربة تبقى معهم طوال حياتهم. شكرا. ونحن كذلك الذي يعني نجدد لك الشكر سوزان تيني، رئيس الوفد الأسترالي، على تواجدك هنا في الاستديوهات للحديث عن هذا الحدث، وكذلك الشكر موصول لك أنت أخت لورا كونك رئيس الوفد البريطاني، شكرا لك على وقتك وقبولك الدعوة والمجيء إلى استديوهات البرنامج، أتمنى لكما التوفيق، وكذلك أيضا لمنتخباتكم المشاركة في هذا الحدث. متواصلين معكم مشاهدين الكرام والمزيد من الفقرات والضيوف، ولكن بعد هذه الوقفة ابقوا معنا. رؤية تعزز بيتنا المتوحد، إنها صناعات دائرة الصحة أبو ظبي، أصحاب الهمم بالصحة إلى القمم. رحلة المعرفة تبدأ بقلب الصفحة، تنقلك إلى عالم الماضي لتعيش التاريخ.
وتروي ظمأ شغفك بالحضارات. تتجول معك في باطن الأرض وتغوص بك في أعماق البحار لتكشف ما وراء هذا الكوكب. تحلق بك إلى الأعلى لتسمر الفضاء وترى المستقبل. تتغلغل بك في أدق تفاصيل عالم الحيوان والنبات وتعرض أجمل وأغرب ثقافات الإنسان في هذا العالم. كل ذلك وأكثر بين يديك. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، اقتني عدد هذا الشهر حالياً في الأسواق. مجلتك العالمية بلغتك العربية. العالم يجتمع هنا، هنا في الإمارات. الأولمبياد الخاص أكثر من بطولة رياضية. تابعوا الأولمبياد الخاص على قناة أبوظبي الرياضية. في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الرياضيون من جميع أنحاء العالم سيظهرون مهاراتهم في جميع الرياضات الكروية: كرة القدم، كرة السلة، وكرة الطائرة. استمتعوا بتجربة رائعة مع رياضيي الأولمبياد الخاص. الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 على أبوظبي الرياضية. أبوظبي المدينة المزدهرة والنابضة بالحياة تستضيف الأولمبياد الخاص للألعاب الأولمبية 2019. نرحب بالرياضيين من شتى أنحاء العالم للاحتفال بروح الوحدة. المدينة المشهورة بالضيافة والصداقة، أبوظبي ستشهد أروع استقبال لأقوى الأحداث العالمية. الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية، أبوظبي 2019. هي ليست بطولة فحسب، لكنها احتفاء بالمعنى الحقيقي للإنسانية. عندما تتحد الإرادة بالقوة البدنية، عندما يضرب شباب من الوطن أروع الأمثلة. طاقاتهم رفضت الاستسلام، إرادتهم أبت إلا أن ينافسوا وبقوة، وأعلنوا أن عشقهم للإمارات دوماً بالمقدمة. المنتخب الإماراتي، الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية 2019 على قنوات أبوظبي الرياضية. رفع الأثقال في الأولمبياد الخاص هي أكثر من رفعة قوة، أكثر من تحدي الوزن. إنها انعكاس لتمرين الرباع وسلوكه. إنها مجهود للتطور وعدم التنازل. رفع الأثقال في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص على أبوظبي الرياضية. رؤية تعزز بيتنا المتوحد، إنها صناعات دائرة الصحة أبوظبي، أصحاب الهمم بالصحة إلى القمم. منا سلام وحب واستقرار في أبوظبي، يا مرحبا مليار. أرض البهار
حقا مرحبا بالعالم في أبوظبي السلام، أبوظبي التسامح، أبوظبي السعادة. نجدد الترحيب والتواصل بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأولمبيات الخاص، وهذه الساعة الثانية نرحب بمن انضم إلينا في الاستوديوهات حقيقة، بطلنا الإماراتي محمد المازمي وأخيه دكتور عبد الله المرزوقي، حياكم الله. حياك رب، الله يحفظك. محمد مساء الخير. أحب الأدماء. مبروك. فيك. كيف حالك؟ أحب الأدماء. مبسوط؟ أحب الأدماء والله. الحمد لله رب العالمين. دكتور عبد الله، يعني كونك أخ لمحمد ونجدد ترحيبك في الاستوديو، شعورك يعني 4 ميداليات، أعتقد أن هذا إنجاز كبير. الحمد لله رب العالمين، 4 ميداليات وأول مشاركة عالمية لمحمد، أكيد إنجاز كبير، والشكر يرجع إلى دولتنا الحبيبة، حفظ الله قائدنا وشيوخنا والقائمين على هذه البطولة الناجحة الحمد لله رب العالمين، والمدرب اللي فعلا تعب مع محمد، وآخر شيء أنتج ما شاء الله شخص وفي هذه الحالة وفي هذه وهذا المستوى وهذه الميداليات، فعلا فعلا هذا إنجاز، وإنجاز فعلا كان كبير وعظيم بالنسبة لمحمد وللمدرب، نحن نشهد له صراحة. جميل، وخصوصا بعد اليوم محمد يعني جايب لنا ورد في الاستوديو، ورد أبيض، وطبعا الأبيض يمثل لون التسامح ولون السلام. نعم، لون التسامح ولون السلام، احنا في عام التسامح. تفضل محمد. أنا في تبي إن شاء الله في شيء، أنا أبوي وأمي إخواني كل شيء، يعني شيخ الزايد عيان، شيخ راشد سافر، شيخ احمد راشد، نعم جميع بعض ان شاء الله انا اول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا بس نوضح لمشاهدينا لصعوبه الكلام عند بطلنا الاماراتي محمد، طبعا تحدث انه يهدي الفوز لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، الذي لم يلو جهدا في دعم اصحاب الهمم ودعم هذه البطوله، ويقول ان باذن الله تعالى الانجازات باذن الله مستمره إن شاء الله. هنستكمل وهنعرف كل التفاصيل من أخو عبد الله المرزوقي، وطبعا معانا البطل محمد المزمي. هنروح دلوقتي لمنجز الأخبار، معانا هنروح لمنجز الأخبار، معانا محمود الحسني. اتفضل يا محمود. شكرا لك زميلتي العزيزة رحمة، وشكرا كذلك لأحمد الغفلي. أصحاب الهمم وكالعادة يتصدرون المشهد في دار زايد، أرض التسامح والمحبة والسلام، وعاصمتها العالمية أبوظبي تصبح مسرحا يشاركون فيه العالم أحلامهم، آمالهم، إبداعاتهم وانتصاراتهم. أهلا بكم مشاهدينا في الجولة الإخبارية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019. افتتح أبطال الإمارات ثالث أيام المنافسات بحصد الذهب بعد أن استطاع خالد البرغوثي التتويج بسباق 50 متر سباحة حرة، وبعد أن حصد ذهبيته الأولى الأربعاء الماضي في منافسات السباحة، استطاع البرغوثي حصد الذهب مرة أخرى في منافسات 50 متر سباحة حرة، منهيا السباق في 42 ثانية و83 جزءا من الثانية بعد منافسة قوية مع الكولومبي خوان بابلو، الذي جاء ثانيا في مشهد عبر فيه خالد عن فرحته الكبيرة بتشجيع من جماهيره وفي مقدمتهم أسرته التي احتفلت معه، بعد أن أضاف خالد ثاني ميدالياته في الحدث العالمي.
استمر تألق لاعبي منتخبنا الوطني في الألعاب الجماعية بفوز مهم في منافسات كرة السلة للسيدات، بينما واصل منتخب كرة القدم التألق والتميز بتحقيق انتصارا كبيرا على منتخب جامايكا، وحققت سيدات الإمارات فوزهم الأول في الحدث العالمي والذي جاء على حساب المنتخب المصري ب13 نقطة مقابل 11 في ألعاب كرة السلة. وفي منافسات كرة القدم للرجال حقق منتخبنا فوزا جديدا ب4 أهداف مقابل هدف أمام المنتخب الجامايكي ليواصل انتصاراته بعد أن فاز بالأمس على منتخب جنوب أفريقيا ب4 أهداف أيضا. احتفالا باستضافة الدولة للأولمبياد الخاص، تم إطلاق أول جهاز سمعي متعدد الأغراض في العالم مخصص لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية. الجهاز الذي يعرف باسم ليفيو AE تم إطلاقه في حفل خاص وقيمة في أبوظبي من إنتاج شركة ستارجي هيرينج تكنولوجيز الأمريكية، ويمتاز بكونه مدعوما بقدرات الذكاء الاصطناعي ومزودا بمستشعرات مدمجة وبخدمة الترجمة إلى 29 لغة بما فيها اللغة العربية. ويتصل ليفيو بشكل تلقائي مع الأجهزة العاملة بنظام أبل وأندرويد عبر تقنية البلوتوث، ويعمل الجهاز على مراقبة الجسم وتقديم تنبيهات شاملة ومراقبة معدل ضربات القلب، علاوة على توفير خدمة تحديد الموقع. ووصف ليفيو من قبل الجهات المختصة بأنه المنتج المتطور للغاية وأكثر وسائل المساعدة الصحية الموجهة لأصحاب الهمم بشكل خاص والمرضى بشكل عام ابتكارا في المستقبل. وأكد القائمون على المشروع الإنساني بأن هذا الجهاز يشكل مستقبلا جديدا للذين يعانون مع إعاقات سمعية، حيث يساعدهم على ممارسة حياتهم بشكل أفضل. صحة السمع مرتبطة بشكل مباشر بالصحة العامة، وبالتالي جهاز ليفيو A يشكل مستقبلا جديدا للذين يعانون من إعاقات سمعية، حيث يساعدهم على ممارسة حياتهم بشكل أفضل، ويمكنهم من خلاله الحصول على وظائف وبناء علاقات أفضل. اللاعبين الذين يكتشف أن عندهم فحص سمع يتم تزويدهم بسماعات مجانا، فحص سماعات مجانا للأذنين. يعني بعض اللاعبين يحتاجون إلى مراجعة، إلى عندهم أمراض، نكتشف عندهم أمراض معينة، يعطي لهم شهادة وينصح بمراجعة دكتورهم في بلادهم هناك. يعني اليوم نحن موجودين بالألعاب الأولمبية بأبوظبي، فهذا فخر لأن نكون موجودين هون عم نساعد كل الرياضيين اللي عندهم مشاكل بالسمع. هذا البرنامج جبنا أكثر من 40 أخصائي سمع من ستاركي من العالم، إجوا ليساعدوا أبوظبي، إجوا ليساعدوا الإمارات مشان الرياضيين اللي عندهم مشاكل بالسمع. إلى هنا ينتهي موجزنا الإخباري، شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا الكرام. أعود بالصوت والصورة للزملاء في الاستوديو، الزميلة رحمة والزميل أحمد الغفلي، لكم الكلمة. شكرا لك زميلي محمود الحوسني، والذي أطلعكم مشاهدينا على آخر مستجدات الأولمبيات الخاص والفعاليات القائمة على هامش الألعاب العالمية أبوظبي 2019. أعود مرة أخرى لضيوفنا في الاستوديو، البطل محمد المازمي، حياك الله مرة ثانية محمد. كذلك أعود لشقيق محمد الأخ دكتور عبد الله المرزوق، حياك الله دكتور مرة ثانية. الله يحافظك. يحافظك دكتور، يعني حدث مثل هذا وكونكم أنتم كذلك يعني قريبين من إخوانكم أصحاب الهمم، كيف تشوف هذا التجمع وكيف تشوف هذا الاهتمام، وخصوصا أن الاهتمام هذا جلب إنجازات كبيرة سواء من لاعبين الدولة أو اللاعبين اللي أتوا إلى الدولة من الخارج؟ الحمد لله رب العالمين، الدولة اليوم استقطبت مثل ما يرى العالم أجمع بأن دولة الإمارات استقطبت 7500 لاعب تقريبا من أصحاب الهمم أو من ذوي الإعاقة، وهذا شيء مش سهل أبدا على دولة مثل أي دولة في العالم اليوم تستقطب 7500 لاعب من أصحاب الهمم. صحيح. المجهود اللي يبذلونه
الدولة تبهذله مثلا والمسؤولين على استضافة هذا الحدث وعلى استضافة أصحاب الهمم. أصحاب الهمم عندهم مسؤولية كبيرة جدا، ما يعادل أن الفرد الواحد يعادل 3 أشخاص يهتمون فيه، إن كان من الطب أو كان الإداريين أو كان المسؤولين. ولكن الحمد لله رب العالمين، مش غريب على بلدنا والقوة اللي موجودة الحمد لله رب العالمين بقيادة قائدنا أبونا الشيخ خليفة بن زايد وأخوانه وحكام الإمارات والمسؤولين اللي وقفوا فعلا اليوم، يوم إن احنا كنا موجودين في التفاعل نشوف الوزراء متطوعين، الوزراء يقدمون خدماتهم اليوم ما شاء الله للمشاركين. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. جميل، احنا جدا سعيدين. والله نحن كذلك، يعني كل قل لي من اللي مو بسعيد دكتور عبد الله في هذه التظاهرة وهذا العرس العالمي اللي فعلا نحن فخورين حقيقة كدولة الإمارات بأن يكون عندنا وهذا التجمع يكون موجود على أرض دار زايد. الصوت والصورة الآن مشاهدينا الكرام تروح إلى أرض المعارض مجددا مع الزميل حمد الظاهري. حمد تفضل لك الكلمة. شكرا زميلي احمد الغفلي، نجدد الترحيب بمشاهدين قناه ابو ظبي الرياضيه وايضا بضيوفك الكرام في الاستديو وفيكم انتم. نعم لازلنا نتواجد في مركز المعارض، الاجواء جدا جميله احمد، يمكن في الثواني هذه خلاص الكل قاعد يغادر المكان، انتهوا من تتويج الابطال في ختام هذا اليوم. دور كبير كانوا يلعبون المتطوعين في هذا الحدث، المنظمين الكل، تكاتف الجميع هو اللي طلع الحدث هذا بجماليه الحدث. أكيد الدور الأكبر اللي هو الإعلام السعودي، الإعلام بشكل عام اللي قاعد يغطي في هذه البطولة. معانا طبعا سلطان حبتر مذيع في قناة KSA السعودية، رحب فيك على قناة ابو ظبي الرياضية قناتكم، ورحب فيكم أيضا في دولة الإمارات. تكلمني عن تغطيتكم للحدث هذا، تكلمني عن رؤيتكم كيف شفتوا الحدث. جميل، أول شيء الله يحييك زميلنا حمد، أحب أني أحيي الزميل والزملاء الزميلات اللي موجودين في الاستديو بالإضافة إلى الضيوف الكرام. للأمانة حمد يمكن يعجز اللسان عن الشيء اللي احنا بنقوله، احنا نشوف اليوم كرنفال رياضي ضخم قد يعد الاول في الشرق الاوسط، احنا نشوف اكثر من 200 دولة، نشوف اكثر من 7500 لاعب ولاعبة، احنا نشوف اكثر يعني من او عفوا 24 رياضة اولمبية، نشوف افتتاح مبهر كان بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شفنا جلالة ملك البحرين، شفنا أيضا ولي عهد البحرين، شفنا أيضا حضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أيضا الدكتور رجلا السلمي وهو وكيل الهيئة العامة. شاهدنا للأمانة يعني حضور سياسي اجتماعي ثقافي، شاهدنا الكل، يعني يكفيك حمد الابتسامة اللي جالسين نشوفها على وجوه اللاعبين المشاركين والمشاركات، انت جالس تؤدي دور خلينا نقول انساني من الدرجه الاولى. وجودنا اليوم كدور اعلامي بحت ما نقلل من قيمه ما شاء الله تبارك الله الدوله المستضيفه، دوركم في الاعلام، دوركم في التغطيه، دوركم حتى في اشياء كثير من ناحيه التنظيم وما التنظيم. اليوم جينا ندعم كل التغطيه فيما يخص الاولمبياد الخاصه الالعاب العالميه ابو ظبي 2019، جينا ندعم ايضا الفريق السعودي المشارك ما شاء الله تبارك الرحمن، اليوم شايفين حصد 3 ميداليات ذهبيه بالاضافه الى ميداليه فضيه، بالامس شاهدنا ايضا لاعب حصد في الميدالية الذهبية في الرولل، أيضا عندنا بنات ما شاء الله في لعبة البوتشي كان عندهم إقبال كبير وحماس كبير. نتكلم على الأمانة، يعني خلينا نتكلم على الأولمبياد هذا، قد يكون زي ما قلت لك هو أولمبياد إنساني من الدرجة الأولى، أنت تتكلم مع فئة غالية ذوي القدرات العالية، نتكلم عن يعني هم البركة بعد الله. دورنا اليوم هو مجرد دور مساندة ودعم، وهذا ما نقوم فيه، وفي الأول وفي الأخير احنا نقوم بدورنا. نحن نشكركم حمد، نشكر كل اللي موجودين، نشكر حتى انتم الإعلام قناة أبو ظبي، نشكر الجميع هنا منظمين متطوعين. احنا شاهدنا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يوم قال احنا وشعب وأبناء الإمارات في خدمتكم، فهذا شيء يعني ممكن تختصر أو توجه رسائل ب3 كلمات أو 4 كلمات تختصر لك منجز وفعاليات وتختصر لك الجميع والجميع، لكن الله يديمكم على راسنا ويديم المحبة إن شاء الله بيننا وبينكم إن شاء الله، وهذا شيء مو بغريب عليكم، وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم من أفضل إلى أفضل.
سلام وياكم يا سلطان. سلطان، يمكن انت حضرت الكثير من البطولات، اليوم تحت سقف واحد يتواجدون حول 7000 شخص، الالعاب متعدده من مكان لمكان، كيف شفت تنظيم المكان؟ كيف شفت تنظيم الاماكن الرياضيه اللي يلعبون فيها اللاعبين؟ شوف حمد، انت اعلامي واكيد يعني الخبره اكيد انها يعني متساويه متقاربه بين انت الان تجي من الصباح تقريبا من الساعه 7 أو 6 صباحا، انت متواجد في مركز ابو ظبي للمعارض والمؤتمرات، تكون تغطي الكم الهائل من الالعاب اللي موجوده، تشوف ما شاء الله تبارك الله العدد الكبير من المتطوعين، نشوف تواجد ايضا للاجهزه الامنيه، نشوف تواجد ايضا لاجهزه الاسعاف والطبيه للطوارئ، احنا جالسين نشوف تجهيز منظم وايضا تنسيق، ونشوف اشراف مباشر ايضا من قياده الدوله الله يحفظها، نشوف ايضا الكثير والكثير من خلينا نقول الابديت او التحديث الفوري ايضا للنتائج للتتويج لايضا متابعه الالعاب، عمل مو سهل، احنا نتكلم على اكثر من 24 رياضه اولمبيه، 7500 لاعب ولاعبه، 200 اكثر من 200 دوله، يعني انت تتكلم على اكبر حدث رياضي لاول مره في تاريخ الرياضه انه تقام باكثر في عفوا انه تقام بهذا العدد او هذه يعني اكثر من 200 دوله، هذا شيء مو بسهل، هذا شيء يبغى له تجهيز ويبغى له خبرات ويبغى له ناس. للامانه ابو ظبي ابهرت العالم، قد يكون الدوله الوحيده في الشرق الاوسطيه اللي تعمل هذا الاولمبياد الخاص، فئه غاليه علينا زي ما قلت لك يا حمد، قد يمكن نسوي الغالي والنفيس بس عشان نشوف البسمه اللي موجوده، وهذا شيء يعني ما هو بشيء جديد. يعطيكم الصحه والعافيه وموفقين، وان شاء الله دائما مميزين ودائما تتواجدون معنا في كل الاحداث، وانتم اللي منظمين مثل ما الامارات منظمه. يعطيك الصحه والعافيه سلطان. نعم زميلي احمد ورحمه في الاستديو، نعم هذه الاجواء كانت من مركز ابو ظبي، نعود لك بالكلمه في الاستديو في ختام اليوم الثاني من الاولمبياد الخاص للالعاب العالميه ابو ظبي 2019. شكرا يا حمد، واكيد طبعا في سارة في مقر تاني، عاوزين نعرف منك يا سارة انت بتعملي ايه؟ يسعد مساكي يا رحمة، أنا بصراحة اللي عم بعمله شديد الجمال، ويعني مستمتعة جدا 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 بهذه الأجواء، بالإضافة إلى أجواء الطيبة والجمال الموجودة عند أصحاب الهمم وكل الأشخاص المتواجدين هون، أيضا عم نشوف أجواء الفرحة بهذه الإنجازات، بدأت الإنجازات تتحقق، ومثل ما إحنا شايفين أجواء كرة القدم مستمرة مع شباب الفريق الأول لكرة القدم، طبعا الفريق المكون من 11 لاعبا، مثل ما احنا شايفين هم ايضا على متابعه مع قنوات ابو ظبي الرياضيه، وكل هذا الحماس بمتابعه مباراه من مباريات كره القدم. احنا رح ناخذ وقت المدرب محمد بخاتي مدرب الفريق الاول للاولمبياد الخاص لكره القدم، اهلا وسهلا فيك كوتش، والف مبروك على هذا الانجاز اليوم، فوز جميل على جامايكا 4-1، ويوم امس ايضا فوز على جنوب افريقيا 4-0، حدثنا عن هذا الاداء للشباب اليوم. اهلا بيكم ونورتونا، وبسلم على الجماعه في الاستوديو وبقول لهم متشكرين، ومتشكرين قناه ابو ظبي الرياضيه على التغطيه الممتازه في كل الفعاليات ومش سايبيننا في اي مكان. الحمد لله احنا ربنا وفقنا ان احنا قدرنا نتدارك المباراه الاولانيه بتاعت اسبانيا، اتخطفنا فيها كده يعني، الشباب ما كانوش مركزين، كان في بعض الثغرات بدانا نعالجها في المباراه الثانيه، والحمد لله قدرنا ان احنا نفوز في مباراه جنوب افريقيا ومباراه جامايكا، واحنا حاليا دلوقتي متصدرين المجموعه، اول المجموعه. جميل، الله يعطيكم العافية. خلينا نتحدث عن نفسيات الشباب، معنوياتهم، جاهزية الشباب الآن بعد ما حققوا انتصارين متتاليين. والله المعنويات يعني عالية جدا من بعد المباراة الأولى، وإحنا اشتغلنا ان احنا نفسيا وذهنيا ان احنا نجلس معاهم ونتكلم معاهم ان انتوا عندكم احسن وافضل من كده، والحمد لله لسه الشباب عندهم افضل وافضل، وإن شاء الله بإذن الله يا رب يفرحوا شيوخهم ويفرحوا شعبهم، لأن بعد حفل الافتتاح بصراحة اللي أبهر العالم جميعا، وحضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه يا رب ويطول في عمره، إدانا دفعة كبيرة جدا، وكلامه معانا في الافتتاح إدانا دفع كبير وحمسنا ووصل رسالة للشباب إن أنتوا
عليكم مسؤولية كبيرة اتجاه بلدكم وهم أدركوا الرسالة ديت. فعشان كده الحمد لله من بعد يوم الافتتاح النتائج كلها في كل الألعاب اتغيرت الحمد لله. احنا فخورين جدا بكل الشباب والشابات من أعضاء فريق الإرادة بهذا الإنجاز المميز جدا. شكرا لك كوتش، رح أخليك مع أجواء كرة القدم، يعني الشباب عاشقين لكرة القدم، حتى من خلال لقاءاتنا مش قادرين يبعدوا أبدا عن مشاهدة المباراة. ورح أنتقل معكم مشاهدينا أيضا إلى شبابنا المتواجدين. رح أكون مع نوح، يسعد مساك يا نوح وسلامات، احكي لنا. الله يسلمك. والله هاي الإصابة جت من مباراة إسبانيا وخسرنا المباراة، والحمد لله عوضناها بالمباراتين وإن شاء الله فالنا الذهب إن شاء الله، والبركة في إخواني الشباب إن شاء الله. يعني سلامات، صحيح في يعني في إصابة من المباراة، لكن أيضا الشباب موجودين. احكي لي عن تواجدك أنت معهم، يعني أكيد أنت بتحمسهم على الرغم من أنه مش غير قادر للأسف أنك تشارك معهم، لكن هاي الروح الجميلة موجودة بينكم. والله شوفي أنا وياهم قلبا وقالبا، نحن كلنا بروح وحدة وإن شاء الله فالنا الذهب إن شاء الله، دعواتكم إن شاء الله. الاستضافة. وثاني شيء والله الإصابة يدني في أول مباراة ويا إسبانيا، طالع أمسك الكرة وضربت وجه اللاعب، قدر الله ما شاء فعل مثل ما يقولون، وانصبت الحمد لله على كل حال. والبركة في الشباب يوم قدها قدها أكيد. يعطيك ألف عافية والسلامات. أيضا معنا محمد خليل، محمد متواجد معنا، ويعطيك ألف عافية محمد، حدثني عن أدائكم في المباريات، إنجاز جميل جدا اليوم ويوم أمس، بخلال أقل من 24 ساعة كنتوا فايزين بمباراتين. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أشكر زملائي الإخوان اللي ما قصروا في ولا مباراة، وأحب أشكر الجهاز الفني والإدارة اللي وقف ويانا وقفة وما قصر معانا في ولا شيء، وأحب أشكر أصحاب السمو الشيوخ سمو الشيخ محمد بن زايد على الدعم اللامحدود، وأحب أشكر اتحاد الكرة اللي استضاف المعسكر الفني اللي قمنا فيه من 1/3 ل 14/3، وإن شاء الله نطلع بالذهبية. محمد حدثني عن هذا الفريق الموحد الجميل اللي بيجمع الأخوان كلهم من أصحاب الهمم وغيرهم من أبناء هذا الوطن، واللي عم بيحققوا للوطن هذا الإنجازات. وجودكم مع بعض، هذا الحماس بمباراة كرة القدم، الحماس المستمر، حدثني عن هذه العلاقة اللي أصبحت بينكم. طبعا احنا كمنتخب الإمارات ما فرقنا بين أصحاب الهمم أو السوي، كلنا على يد واحد، على يد وحدة وقلب واحد. وطبعا نفس ما علمنا الكابتن محمد صلاح ان في الملعب نكون على يد واحدة وقلب واحد، ونطلع ان شاء الله بانتصار ونطلع بالذهبية. يعني ألف مبروك، آمالنا فيكم قوية، كل التقدم والتوفيق للأمام ان شاء الله. شكرا، الله يبارك فيك، وان شاء الله ان شاء الله نبيض الوجه. ومنحاول معكم مشاهدين أن نكمل هاي يعني الجولة ما بين الشباب وأعضاء فريق كرة القدم بعد هذا الأداء المذهل. عبد الله كان له أداء مميز جدا في مباراة اليوم، تفضل عندنا عبد الله. عبد الله خجلان شوي، لكن الأبطال دائما لازم يكونوا أمام الكاميرا، عبد الله مش خلف الكاميرا، يعطيك العافية. احكي لي عن أداء اليوم، هذا الأداء المبهر. والله الحمد لله على الفوز، ويعني كان مباراة مصيرية بالنسبة لنا، الحمد لله توفقنا فيها، وأشكر كل لاعب على مجهوده، ويعني يعني أقول مبروك لمنتخبنا وهارد لك منتخب جامايكا، وننسى المباراة وإن شاء الله نفكر في المباراة الجاية، وإن شاء الله ناخذ على يعني نحاول أن نكون في المركز الأول إن شاء الله. عبد الله أنت اليوم سجلت هدفين، احكي لي عن الأداء في المباراة، كيف كانت المنافسة بينكم وبين فريق جامايكا؟ صراحة المباراة كانت يعني صعبة بين الطرفين، فحاولنا نحن نستغل الأخطاء الدفاعية، وسجلت أنا هدفين، وسجل علي عامر
علي عامر وعلي المحروقي سجلوا يعني خلاص يعني توفقنا فيها والحمد لله. يعطيك الف عافيه يعني وان شاء الله الى الامام. استمر عبد الله ان شاء الله يا رب. شكرا لك. ومن عبد الله الى عزوز. عزوز فاضيلي ولا لا؟ عزوز متحمس جدا بالجيم، لكن رح ناخذ منك كلمه، تفضل عشان الشباب يشوفوا المباراه. حدثني عن ادائكم اليوم، الف مبروك، اداء مذهل خلال 24 ساعه. الله يبارك فيك، والله شدينا حيلنا ان كنا خسرنا المباراه الاولى، فما كان عندنا غير الفوز عشان بتنتهى المصدرين المجموعه، وهدفنا المركز الاول ان شاء الله باذن الله. ألف مبروك وشكرا لك. الله يبارك فيك، الله يعافيك. إذن هذه الأجواء مشاهدينا الكرام هنا في يعني مقر الوفود وفريق الإرادة لكرة القدم، فريق اللاعبين، هذا الفريق الموحد المكون من 11 لاعبا. أجواء كرة قدم، أجواء الشباب واستمتاعهم بهذه الفرحة، ويحق لهم أن يفخروا بهذا الإنجاز، فوزين في أقل من 24 ساعة، وإن شاء الله الأفضل إلى الأمام والأفضل قادم. نعود إليكم بالاستوديو وتحياتنا لكم، وبدأنا مع فريق كرة القدم وننهي أيضا مع أجواء كرة القدم. شكرا يا سارة، وطبعا الأجواء اللي عندك أكيد إحنا مبسوطين، وطبعا إحنا بنشارك الفرحة مع محمد المزمي. بس قبل ما أي حاجة يعني هنقول في مرة تانية على التوالي، بيحقق منتخب الإمارات لكرة القدم الفوز الكبير في ثالث مباراة في البطولة، ونجح اليوم في تجاوز المنتخب جامايكا 4-1. صعد منتخب الإرادة الإماراتي إلى الدور الثاني من منافسات كرة القدم بعدما حقق فوزا عريضا في ثالث مبارياته فئة 11 لاعب بنتيجة 4-1 على منتخب جامايكا. شهدت المباراة سيطرة واضحة لمنتخب الإرادة خصوصا في النصف الثاني من الشوط الأول، واستطاع علي المرزوقي لاعب منتخب الإمارات من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26 من تمريرة جميلة من زميله منصور البلوشي. واستمر الضغط من منتخبنا حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول التي أحرز فيها محمد المعمري هدفا رائعا من قذيفة لا تصد ولا ترد، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الإرادة الإماراتي بهدفين لا شيء. وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني ومن ركلة حرة مباشرة، استطاع اللاعب البديل عبدالله البيرك من تسجيل الهدف الثالث لمنتخب الإرادة الإماراتي. تستمر هجمات المنتخب الإماراتي وعن طريق اللاعب البديل النشط عبدالله البيرق من تسجيل الهدف الرابع للإمارات والثاني له، يؤكد صعود منتخب الإرادة الإماراتي للدور الثاني. لم يستسلم منتخب جامايكا حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، واستطاع تسجيل هدف شرفي عن طريق قذيفة لاعبه شاون بيكفورد، ليتأهل المنتخب الإماراتي إلى الدور الثاني ويتربع على قمتها بفارق الأهداف بعد فوزه الكبير أمس على منتخب جنوب إفريقيا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم. وبعد أن حقيقة استمتعنا بهذا التقرير واللي حقيقة تحدث عن فوز منتخب الإمارات لكرة القدم في ثالث مبارياته على منتخب جامايكا برباعية مقابل هدف، وكانت هنالك كذلك في المباراة أهداف جميلة. دكتور عبد الله، أعود لك وكذلك يعني رحب بالبطل محمد المازمي. دكتور، كونك شقيق محمد، يعني حدثني عن مراحل التدريب، كون انه يمكن رياضه رفع الاثقال من اصعب الرياضات، خصوصا ان بعضها فيها اوزان، لين تقريبا حسب ما عرفت ان محمد وصل لل 100. اي نعم، طال عمرك. محمد كان يبدا مع اخوه اللي اكبر منه تقريبا عيسى كتسليه في هذه الرياضه، وسبحان الله اكتشفوا انه عنده موهبه جميله جدا. الإدارة عنده في مدرسته
انتهزوا الفرصة اللي كان داخل فيها محمد مع أخوانه وحاولوا يدخلونا في هذا المجال، وكانت الدولة مثل ما أنت تشوف اليوم تستقطب الأولمبيات العالمية، فهيئوه وما شاء الله في أول بطولة يشارك فيها محمد ويحقق هذا الإنتاج. طبعا أستاذ عبدالله الدكتور بتاعنا أخوه، فعايزين نعرف تزايد عنده على اللعبة اللي هو يتمرن، وكمان أنا برضو عايزين نعرف أنت هو طبعا مراحل التدريب والحاجات دي أكيد طبعا خدت منك وقت طويل. نعم. عاوزين نعرف منك. هذا الاهتمام كان اهتمام مشترك من الأسرة كاملة في المنزل، من الوالد أبو محمد الله يطول عمره، والوالدة الله يحفظها، والإخوان جميعا والأخوات، هم اللي كانوا يشجعون محمد دائما على كل الأمور الجميلة مثل الرياضة، مثل المساهمات الكريمة. محمد عنده ما شاء الله مسابقات سابقة شارك فيها محليا مثل السباحة، مثل الجري، وأول مرة يشارك في بطولة مثل هذه البطولة رفع الأثقال. طبعا مثل ما أنتم تعرفون محمد إعاقته شوية صعبة، مش ممكن يدخل في أي رياضة صعبة أو ثقيلة. صحيح. وما كنا مغامرين، إلا أن الشكر الخاص للكابتن فوزي اللي اهتم فيه واهتم في صحته قبل البطولة، يعني هذا كان وعد منه قبل البطولة كان فيه اهتمام من المدرب، اهتمام خاص في صحة محمد. يعني محمد مش مثل أي إنسان طبيعي ممكن يشيل أي وزن. صحيح. محمد تكوينه الخلقي مختلف تماما عن تكوين أي إنسان متكامل. فالحمد لله في نظام غذائي لي أو حاجة زي كده. نعم. عشان يقدر يتمرن كويس أو يقدر يلعب. نعم. كويس. حتى النظام العلاجي، حتى الأدوية، محمد مختلف عن جميع الناس، أو اللي مثل محمد أو فئة محمد تقريبا هذين مختلفين عن الناس المتكاملين خلقيا، والحمد لله رب العالمين. يكفي أن عندنا احنا اليوم رحمة من الله سبحانه وتعالى في البيت، ورحمة بعد اليوم معنا إن شاء الله في بلدنا. أهلا خليك. أهلا وسهلا فيك. وفعلا احنا فخورين في محمد أخونا، وفخورين في كل إماراتي وكل مشارك من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم. أيوة. نعم. نحن فخورين فيهم جميعا. نعم. اللي فاز واللي ما فاز كلهم عيالنا وكلهم حبايبنا. أي نعم. وكلهم الله سبحانه وتعالى أرسلهم إلى بلدنا اليوم، وفي عام التسامح الجميل. نعم. كلهم رحمة. وانتم يمكن شفتوا الحمد لله رب العالمين أول يوم البطولة كانت أمس، الله سبحانه وتعالى نعم علينا رحمة. طبعا أربع ميداليات طبعا عالمية، وأنت طبعا أكيد فخور بيه وفخور بالمشاركين وبالناس كلها. نعم. أنا عايز أعرف إيه شعورك بعد محمد ما أخذ طلع المنصة وهو بياخذ الميدالية؟ الشعور والله لا يوصف صراحة. يعني هي مو بس شعور الميداليات، شعور المشاركة، شعور فرحة العالم في دولة الإمارات، 200 دولة في دولة الإمارات، 7500 مشارك، الناس فرحانة، هذه هي كانت فرحتنا طبعا. والحمد لله رب العالمين. محمد اليوم يوم رفع رأسنا ورأس بلاده بالذهبية وحتى البرونزية، مش بس الفضية والبرونزية، حتى البرونزية هي بحد ذاتها كانت فخر لنا. الحمد لله. وفخر لجميع الناس وجميع المواطنين، مش بس المواطنين في الإمارات، لجميع المقيمين. صحيح. لأن جميع الناس اللي في دولة الإمارات هم إماراتيين حتى لو ما كانوا إماراتيين. بلا شك دكتور. محمد المازمي اسمه بطل إماراتي سطر إبداعاته على منصات التتويج والميداليات للأولمبيات الخاص في الألعاب العالمية أبوظبي 2019، أربع ميداليات كانت من نصيب البطل محمد علي عبد الله المازمي ذو 19 ربيعا في وزن 53 كيلوغرام. نشاهد.
يكشف الأولمبيات الخاص الألعاب العالمية أبو ظبي 2019 كل يوم عن قصص أمل تمنحنا الطاقة الإيجابية التي تشعرنا كم هي جميلة الحياة. واليوم الأول من هذا الحدث العالمي الكبير كشف لنا كم هو مليء مجتمع الإمارات بقصص تحدي من أصحاب الهمم. محمد المزمي أحد نجوم الإمارات من أصحاب الهمم المشاركين في الأولمبياد، نجح مع اليوم الأول في كتابة قصة جميلة مفعمة بالأمل والإصرار والمثابرة والعزيمة في كيفية تحقيق النجاح وإدخال السعادة على نفوس الجميع. نجح محمد في تحقيق إنجاز كبير ومهم ربما يكون فريدا، فإذا كان أمل كل رياضي الفوز بميدالية في مثل هذا الأحداث الكبيرة، إلا أن محمد تجاوز هذا الحلم وحصل بمفرده على 4 ميداليات في منافسات رفع الأثقال، ذهبية فضية وبرونزيتين. محمد المزمي الذي أجبر الجميع من متسابقين مدربين حكام ومشاهدين على حبه واحترامه بالابتسامة التي ظلت تعلو وجهه مع كل محاولة ينجح في تحقيقها، ورغبته الدائمة في إظهار قدرته وإصراره على النجاح بإجراء تمرينات ضغط على الأرض عقب كل محاولة أعطانا درسا عمليا مهما في كيفية النجاح بالعزيمة والحلم والتمسك بالأمل. أسعى عزيزة إن شاء الله أبني أبعاء إن شاء الله عايش أمي أخواني وقالوا خي زايد خي حمد خي خراشد خي خريفة خي زايد نديرهم كل الميداليات. نزيل أنا نسيتني إذا خرجي ما بتعطيني؟ أفا لا زي وحدة؟ لا. نجاح محمد المزمي لم يأتي من فراغ، وإنما كان وراءه أسرة آمنت بقدرته وسعت بإخلاص لدعمه ومساعدته على إثبات وجوده وأداء دوره الوطني. الله يطول عمر الوالدة ويحفظها إن شاء الله، وأخواني ما قصروا، وأخواتي هم اللي جابلين محمد أكثر منا نحن. ومحمد ما شاء الله عليه صح من أصحاب الهمم، لكن إحنا ما نعتبره من أصحاب الهمم، يكفي أن الله سبحانه وتعالى رزقنا بملائكة في البيت. محمد وايد رحوم وفكاهي، يمكن شفتوه من بداية البطولة ما شاء الله عليه، الغرس اللي زرعوه فينا شيوخنا الله يطول عمارهم ويحفظهم. اليوم هذه نتيجة يمكن تشوفونها كلكم، الحمد لله رب العالمين. النتيجة أن محمد فرحان ومبسوط وسعيد، وأكيد إن شاء الله الفضل يرجع إلى قائدنا الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه ويطول عمره، والشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويطول عمره، والمدربين اللي يسهرون عليهم هذه الأيام والأيام اللي قبل وما قصروا معاهم، مهتمين فيهم ومتحملين مسؤولية كبيرة. نحن في البيت نعرف المسؤولية اللي يتعبون عليها اللي نتعب عليها معاهم، ونعرف اليوم هم الدور اللي ماخذينه ما شاء الله، وما شاء الله الإخوان مو مقصرين اللي هم آمين إن شاء الله آمين وربع إن شاء الله الأيام الجاية يحققون ميداليات ويرفعون رأس البلاد. لكن هناك أيضا مؤسسة اهتمت به ووفرت له ما يهيئ له الأجواء لصقل قدرته وتساعده على النجاح. العمل مع أصحاب الهمم متعة كبيرة كبيرة برشا، الحمد لله توفقنا في اليوم الأول وحصدنا الميداليات هذه، وإن شاء الله القادم أحسن بإذن الله. محمد إن شاء الله لاعب ناشئ أول مرة ينضم للمنتخب، ويسعدنا أنه في المشاركة الأولى متاعه يكون في المستوى هذا ويحقق النتائج هذه بإذن الله. منتخب الإمارات في جميع الاختصاصات منتخب كبير، ويطمح أنه يبلغ معناها أحسن المراتب إن شاء الله، وإن شاء الله يكون لنا الشيء هذا بإذن الله، وإن شاء الله هذا أول الغيث بإذن الله. محمد المزمي نموذج أصيل لأبناء الإمارات من أصحاب الهمم الذين أسعدونا طوال السنوات الماضية بما حققوه من انتصارات وإنجازات، وما يمكن أن يضيفوه في السنوات القادمة تعبيرا عن شكرهم للقيادة الرشيدة التي آمنت بهم فكانت رسالتهم معا ننجح. ده كان تقرير عن بطل محمد المزمي، بطل جامد وصراحة
كان واقف على منصه كان يعني كان فرحان جامد، كان مبسوط قوي بالميداليه. وهنروح لصوره تاني، وطبعا عاوزين نعرف ايه اللي عندك وايه الاجواء اللي عندك، واكيد في فرحه كبيره احنا بنشارك معاكي برضو في الاستوديو. حبيبتي يا رحمة، شكرا لك، يعطيكم العافية جميعا. الأجواء عندي حقيقة مليئة بهذه الفرحة بالإنجاز، ويمكن اليوم أجواء الوفود كانت أكثر حماسا من أي يوم آخر. حاليا بدأت الأمور بالهدوء قليلا، لأنه الوفود بالفعل لابد أن تستعد ليوم آخر جديد من المنافسات الرياضية يوم غد، ولهيك حبينا نستغل هذه الفرصة ونتعرف جميعا على شخصية لطيفة من أصحاب الهمة، اللي بالفعل من الأشخاص القادرين واللي أثبتوا كلامنا جميعا ورغبتنا بتمكين أصحاب الهمم. معنا مريم ذياب متواجدة اليوم. مريم هي المتحدث الرسمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يا هلا بمريم، احكي لي إيش يعني المتحدث الرسمي؟ إيش الواجبات اللي مطلوبة منك؟ إيش بتعملي بالضبط للأولمبياد الخاص؟ طبعا المتحدث الرسمي راح يتكلم كيف تعد اروح منك، طبعا هناك راح يتكلموني، طبعا انا اعطيت اتكلم معهم في لقاءات، اي مكان اتكلم مكان مثل نفسي متحدث الرسمي. مريم، انت متحدثة عن اصحاب الهمم، وهذا دور حلو وجميل، وبالفعل من خلال الدقائق القليلة اللي انا فيها تعاملت مع مريم شفت هذه الثقة وهذا الجمال وهاي الإرادة القوية. متابعة لبرنامجنا ومتابعة لكل تفاصيل برنامجنا. مريم، احكي لي الرياضات اللي انت بتحبي تقومي فيها، متميزة جدا بالرياضة، اهم الرياضات اللي انت فعلا بتمارسيها. طبعا هو اهم الأولمبيات أحب ألعب رياضة الجري والسباحة وكرة السلم. أنا الحين ألعب تيكواندو. أنا لدي حزام برتقالي وأطمح أخذ حزام الأسود. جميل، يعني أنت متميزة بهذه الرياضات، إن شاء الله بتوصل إلى مرحلة أنك تاخذي الحزام الأسود. حثينا عن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي، اتواجدتي أكيد شفتي حفل الافتتاح، في عندك علاقات مع كل الزملاء من كل الفرق المشاركة، كيف كانت ردة فعلك عن حفل الافتتاح وهذا الحدث؟ طبعا كنت وايد فرحانة، شفت الشعلة اللي فتحت للأولمبياد الخاص. طبعا صارت الحين كانت الأقليمي، كانت الحين 2019 صارت الأولمبياد الخاص الدولي، يعني الحمد لله يعني صار الشعلة قيادة لأبوظبي، شعلة لكل أبوظبي، والحمد لله صارت 2019 الدولي. كيف شفتي أبوظبي؟ شو رأيك بمدينة أبوظبي؟ شو رأيك بتوافد الوفود؟ كنتي موجودة وشفتي فرحة الفريق الكويتي، شفتي فرحة الفريق الإماراتي، هاي الأجواء، هاي الفرحة، شو رأيك فيها؟ طبعا أنا فخورة ببلدي، طبعا فخورة لأخوان أصحاب الهمم، هم يكترون، هم الأبطال، يعني هم عندهم شجاعة، لازم نعطيهم الدعم. هم شوف ابتسامتهم، شوف فرحتهم لهم وللاصحاب، يعني اصحاب الهمم هم يكتورهم، هم الابطال، يعني عندهم قدره، عندهم امكاناتهم يلعبون رياضتهم، يعني الحمد لله، لان هذول من وصولهم هني، يعني وصلوا عندهم عديد الميداليات، طبعا الذهبي والبرونزي كل الميداليات، والحمد لله جابوا هالمراكز، وطبعا كثير من المنافسات، ان شاء الله تشوفون اكثر من المشاركيات في هذه البطولات. احنا جدا فخورين فيكم، وانت الحين بدك تصيري المتحدث الرسمي بلقائنا، بدي اياكي تمسكي المايك وتنهي اللقاء مع المشاهدين وتحكي نعود إليك رحمة. طبعا أشكركم لضيافتكم لنا الإمارات، من تحيتهم مشكورين أن فتحتوا أبواب لنا وفتحتوا قلبكم، يعني ما قصرتوا معنا. طبعا أشكر الشيخ محمد بن سعد النيهان، وأشكر كل الناس اللي تتابعون الحين، ومشكورين ما قصرتوا لنا وفتحتوا قلوبكم، طبعا ما قصرتوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نعود إليكم بالاستديو.
وهذه هي ختام الأجواء عندنا اليوم. لكم الكلمة رحمة وأحمد، ومساءكم سعيد مرة ثانية. شكرا لك الزميلة سرى حمادين من فندق تريدر، حيث يقيم هناك بعض الوفود المشاركة في هذا الحدث. وشكرا كذلك للبطلة من دولة الكويت الشقيقة مريم المتحدث باسم أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص، ما شاء الله عليها لبقة بسلسة في الحديث. أتعرف شو الرسالة اللي تبغي توصلها باسم هذه الفئة؟ ما شاء الله عليك يا مريم، وهنيئا للكويت بك. متواصلين نحن مع ضيوفنا، يعني دكتور الوقت يسبقنا، أبغي أعرف شو الرسالة اللي تبغى توصلها للمشاهدين من خلال تجربتك مع أخوك محمد. الرسالة الله يسلمك اللي نبغي نوصلها لكل بيت عندهم محمد أو مثل محمد، صبركم عليهم شوي. محمد احنا شوية يمكن ما عانينا معه أبدا صراحة، يعني لأن كنا مشتركين أكثر من شخص البيت في التعاون مع محمد، والصبر، لأن الصبر مع هؤلاء الناس هو بحد ذاته أساس تربيتهم. صحيح. والاهتمام فيهم، أن اهتمامهم صعب جدا، لكن معانا ما كان صعب لأن اخترنا طرق معينة للاهتمام فيهم. جميل. والحمد لله رب العالمين، ما شاء الله مثل ما أنتم تشوفون في كل لحظة كان محمد دائما فرحان. صحيح. ونشيط، حتى لو قلت لك ما ربح في أحد الجولات بعده كان فرحان، وكان وهم محمد هو هم واحد على فكرة، أنه يفرح كل من حوله، وهذه هي عادته في البيت يا رحمة، أنه يحب الناس كلهم، يحب الضيوف دائما، إذا ما ينا ضيف يسأل ليش ما ينا ضيوف، صار لنا فترة ما حد يانا، ليش ما ينا فلان. ومحمد يحب يأذن على فكرة، ما شاء الله عليه. نعم، يحب يأذن ويحب يروح المسجد دائما، يعطر المسجد، يقول أنا أحب أشوف هذا المكان ريحته طيبة. أعطوهم فرصة هذيل الناس، عندهم قدرات ما شاء الله كبيرة وهائلة، لا تحرمونهم من أي حاجة يتمنونها، حقق له حتى لو كانت 1% من أمنيته. حتحقيق أمنية هذا الشخص كأنك أنت حققت له كل ما يتمناه في هالدنيا هذه. طبعا احنا شايفين محمد المزمي بطل كبير وجاب ميداليات حلوه، طبعا انت اكيد طبعا فخور بيه وفخور بكل حاجاته. نعم. عاوزينك هو سؤال، عاوزين انت يا دكتور توجه رساله لمحمد المزمي كبطل، تقول له ايه؟ أقول لمحمد إلى الأمام إن شاء الله، ومحمد مثل ما وعدني أمس قال لي أنا راح أجيب لك الذهبية إن شاء الله. قلت له تجيب لي إياها أنا؟ قال لي لا، أشر على القميص من الخلف في الفيديو، قال لي لبلادي. جميل. قال لي لبلادي، فأنا أقول له توكل على الله، وإحنا كلنا معاك، شعب الإمارات كلنا معاك، حكومة الحمد لله رب العالمين، والشعب كله معه بإذن الله تعالى. إذن مشاهدين الكرام، نحن أول شيء نشكركم دكتور على تواجدكم، الله يطول عمرك، عبد الله المرزوقي والبطل الجميل محمد المازمي، نتمنى لك التوفيق. وانتهت حلقتنا، ولكن لا نهاية لأحلامنا، وغدا يتجدد الحلم كما يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى مشاهدينا. طبعا بنشكر دكتور عبد الله المرزوقي وبطلنا الكبير محمد المزمي، قد ايه بطل عالمي وجاب ميداليات حلوه. بس قبل ما اختم في حاجه لازم نقراها، يعني محمد يعني ما شاء الله هو اكبر، يعني بصوا بقى ده بيشكر باباه، ويعني بشكر بابا حمد ابن زايد و فوكس مين يا عم اهي تمام بس حاضر. لسه الاباني ممكنه، لسه الاحلام ما خلصتش، بكره جاي وهيكون اجمل، وهيكون معاه فرحه جديده ان شاء الله. هنشوفكم بكره، مع السلامه.
منا سلام وحب واستقرار في أبو ظبي يا مرحبا من